الغريب انه المهندس رمسيس ويصا واصف اتوفى في السبعينات، في بدايات السبعينيات 84، ويمكن ده كان يكون سبب منطقي جدا لاندثار التجربه او لاجهاضها او لانتهائها تدريجيا او بشكل مفاجئ، الا انه ده ما حصلش. استمرت تجربه الحرانيه حتى اليوم بنفس الزخم وبنفس الرونق وبنفس الجمال وبنفس الإعجاب من العالم. إزاي استمرت التجربة دي بعد وفاة المهندس رمسيس ويصا واصف يا مدام سوزان؟ هي استمرت بفضل صحة الفكرة، وإحنا كملنا بعديه، بس هو غرز فينا جذور قوية ادتنا القوة إن إحنا دي حياة جميلة جدا أي حد يتمنى يعيشها ويشاركها مع ناس. يعني والدتي صوفي حبيب جورجي، هي جدي كان حبيب جورجي وكان مفتش رسم، وجدك الثاني كان رئيس مجلس الأمة. يعني رمس ويصا واصف كان راجل وفدي كبير يعني في التاريخ، مكتوب يعني اسمه مع سعد باشا في ثورة 19 وكده، وكان مهتم. لا، اتنفى مع سعد باشا. راح السيشان مع سعد غلول. وانا بيحكوا لي، جدتي بتحكي لي لما توفى جدي الجنازه بتاعته كان كل الشعب بيهتف اشكي الظلم لسعد يا ويصا. يعني هو كان وفد كبير، كان رئيس مجلس الأمة وصديق سعد زغلول، رئيس البرلمان. رئيس البرلمان، وكان بيكافح ضد الملك والإنجليز. وفي يوم كان في البرلمان هينعقد والملك قفله بسلاسل، عشان كده جدي في التاريخ في كتب التاريخ بيسموه محطم السلاسل، لأن كان متفق على اجتماع في البرلمان والملك منعه، ملك فؤاد. فاحنا بيت جدي كان على النيل، وعارف ان البوليس هيجي يمسكه عشان ما يعملش الاجتماع، فخلى السواق بتاعه ياخد العربيه ويعدي في المانيا للناحيه الثانيه، وهو خد مركب مع صياد في النيل عدى الناحيه الثانيه وراح البرلمان. وسواء انا شفته كان بيحكي لي، بيقول الرصاص كان بيتضرب علينا كده هو واحنا راكبين العربيه، وهو يقول له سوق يا محمد سوق يا محمد، وكسر ببلطه السلسله الحديد اللي كانت قافله الباب، وتم الاجتماع وفتح البرلمان وتم الاجتماع. دي كانت طبعا الاجتماع. مرحله مصر كان فيها زخم ثوري ووطني. يعني مش بس التاريخ اللي بيحكيها، انما الوجدان المصري يعني متراكم بيها فعلا.